جنوبي سروك مسعود بارزاني حوالاني بغيز. السيد الرئيس مسعود بارزاني، أيها الأحبة والأصدقاء، جماهير كردستان، إنني لأتمنى التوفيق والنجاح للسيد الرئيس مسعود بارزاني وللمؤتمرين في المؤتمر 14 للديمقراطي. إنه محل ومناط نجاح لكل أعضاء الديمقراطي الكردستاني، وأشكر من هنا جزيل الشكر الرئيس مسعود بارزاني لتجديده الثقة بي كنائب لرئيس الديمقراطي الكردستاني. فرضاه وثقته بي إنه أكبر منصب وشهادة أحظى بها في حياتي، إنما نتعهد به أن نكون سائرين على نهجكم ونضالكم، وكل المساعي الديمقراطية لتحقيق الحرية والتقدم والتطور لكردستان. السيد الرئيس مسعود بارزاني، كنتم رمزا للنضال الكردستاني يوم أن كنتم وما زلتم قادة للحركة التحرورية الكردستانية، فإن كل كردستاني يشعر بالفخر والقوة. أنتم تقودون هذه الجموع الكردستانية. الرئيس مسعود بارزاني صاحب الدور الرئيس لتقديم وتطوير الحالة الكردستانية، ولقد دافعتم من أجل تلك المكتسبات، ويوم أن قدتم الحرب على داعش بدلا عن العالم، لقد دافعتم عن القيم الإنسانية في التسامح والتعايش والتعايش. علينا أن نكون داعمين ومساندين للرئيس مسعود بارزاني في مجال حفظ تقوية الأواصر بين المكونات والأطراف الكردستانية، لأن هدفكم سيد الرئيس مسعود بارزاني التعايش والسلام والتآخي. وحدة الديمقراطي والاتحاد الوطني هو محل فخر وتطوير الحالة الكردستانية وتقدم. لذا الديمقراطي الكردستاني المؤمن بهذا المنطلق والمبدأ متطور ومزدهر دوما، لأنه يؤمن بتلك الحالة من التفاهم والتعاون والاتحاد. الديمقراطي الكردستاني يريد دوما أن يكون الحزب الأول الكردستاني بدعم جماهيره وبالعمل الدؤوب وخدمة المواطنين في تحسين ظروفهم المعيشية وتقوية الوحدة والأواصر الداخلية. بهذا كله كنا وسنبقى الحزب الأول الكردستاني. إنه لا محل فخر لنا في المؤتمر 14 هذا التمثيل النسائي الكبير الذي نراه بينكم الآن. إن الديمقراطي الكردستاني يسعى دوما، وعليه أن يسعى دوما للمشاركة الفاعلة النسوية أكثر، تكون مشاركة فاعلة حاضرة عملية واقعية في كل أروقة العمل المؤسساتي في الدولة والحزب. يجب أن يكون التمثيل أكثر، وأن يكون هناك المزيد لتحقيق ذلك. عملنا كثيرا في المجالات القانونية وسن القوانين والتشريعات لحماية مكانة المرأة في كردستان، وإن كنا ندفع الكثير من التضحيات من أجل النضال والحرية، فعلينا أن نفعل ذلك أكثر لمجال تحقيق حقوق المرأة. إن ذلك سيفعل دورنا ويجعلنا أكثر إنتاجية. إن هناك سعيا وحماسة في كل التنظيمات الحزبية والدوائر الحزبية في الديمقراطي الكردستاني. يجب أن نسهل الطريق لتقديم أفضل الشباب
وجيلا جديدا من الدماء الجديدة وضخها في المشهد السياسي والحزبي للديمقراطية الكردستاني. لذا فإن كل الفعاليات والأنشطة في الديمقراطية الكردستاني والمجموعات الحزبية التنظيمية نقول لأبناء الديمقراطي الكردستاني وأولئك الشباب المؤمن بهذه المنهجية في رسالة الديمقراطي، إن المستقبل عاقد نجاحه بكم. إن البرزاني الخالد خلق أسطورة من التاريخ النضالي لهذا الشعب، إيمانا منه بالشباب، وإنه قد بدأ جذوة النضال للديمقراطي الكردستاني ولكل الكردستانيين عبر الشباب والجيل الناشئ الكردستاني الذين خلق بهم هذا النضال وآمن بهم البرزاني الخالد. بعد الاعتماد على الله عز وجل كانت كل الرؤى تنظر إلى إيمانه العميق بالشباب وبالحركة التحرورية النضالية الفاعلة التي حركت المنطقة، وإنها المرأة الأولى في تاريخ الدولة العراقية، وبسعي الرئيس بارزاني جعل رئيس بارزاني الحكومة العراقية في عام 1970، وبعد ثورة تموز يؤمن ويعلنها رسميا أن الكرد شركاء في الدولة. إننا في كل الانتصارات والمكاسب يجب ألا ننسى النضال الكبير للرئيس الزعيم الخالد البارزاني. إنه النضال والدرب الذي وصل عليه الثائرون والمناضلون لهذا اليوم. ومن منطلق هذا المؤتمر إننا نجعل أولئك القادة الأعلام نصب الأعين لنقدم على ظل ما قدموه الكثير سلاما لأرواحهم الخالدة، أولئك الذين ناضلوا ولم يبقوا في الحياة اليوم وغادرونا. الديمقراطي الكردستاني فاعل رئيسي أساسي جماهيري مكوناتي في العراق وفي كل كردستان، وهو ممثل لكل الكردستانيين بمكوناته وطوائفه. انتصار ونجاح هذا المنعقد هو نجاح لكل العراقي وللكردستانيين ولكل شعب كردستان. بحماسة وروح جديدة نذهب إلى حل المشاكل العالقة لتقوية المؤسسات الكردستانية وبدء حوار على أساس تحسين الوضع السياسي في إقليم كردستان، وذلك مع فتح الأبواب مع كل الأحزاب الكردستانية بشفافية بوضوح، خاصة مع الشركاء الاتحاد الوطني والشركاء الآخرين الكردستانيين، وذلك لحل كل المشاكل والعمل على إنهاء أمد الاختلافات. إن حل تلك المشاكل هي من الواجبات الحتمية لإقليم كردستان. لذا نجعل الأبواب مفتوحة على كل الأحزاب وكل نوافذ الحوار، وأن نعمل عبر كل التنظيمات الحزبية للديمقراطية الكردستاني في المحافظات وفي كل المناطق، وأن يكونوا عاملين بشكل منفتح مع كل الأحزاب الأخرى. إن المشاكل التي تعترض شعب كردستان هي مسألة مهمة على مستوى الشرق الأوسط، وإننا في الديمقراطي نعمل كل ما في الجهد لتحقيق تلك الأمنيات، وإن الديمقراطي الكردستاني يؤمن بالحل السلمي للقضية الكردية، فتلك هي النظرة الإنسانية وأفضل الطرق للحل. من يوم التأسيس للديمقراطي الكردستاني كان أساسيا رئيسيا في الحركة العراقية الحرة، وما زال. وبعد انعقاد المؤتمر وبعد
حتى الانتهاء من أعمال المؤتمر سنؤمن بروح جديدة أن نعمل لكل العراق وأن لا نفرق بين المكونات العراقية وأن نعمل بروح المساواة وندعو الحكومة العراقية الجديدة أن يقدم الكثير من الخدمات للمواطنين في الجنوب في الوسط وإعادة إعمار المناطق السنية خانقين كركوك شنغال أن يتم حل تلك الملفات العالقة الاحترام لسيادة ومكانة إقليم كردستان الدستورية ويجب أن لا نهضم حق أحد من العراقيين وأي مكون وأي جمهور وأي فئة هذا ما ندعو إليه الحكومة العراقية وأن نحتضن الحوار مع الصدريين هذا ما نطلبه من بغداد لأن الصدريين يمثلون قوة جماهيرية هائلة في العراق بتنفيذ الدستور والنظام الاتحادي عمليا سيكون ذلك صماما لوحدة العراق وسيادته وهذا هو من مصلحة الإقليم ومن مصلحة كل العراق أيها الإخوة أيها الحاضرون المؤتمرون في المؤتمر 14 للديمقراطي من هنا أريد أن أقول إنني سأقوم باختيار شخصية محبة ليكون نائبا للرئيس مسعود بارزاني فأنا أرشح أخي مسرور بارزاني كنائب للرئيس مسعود بارزاني في الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسرور بارزاني تربية خالصة للرئيس بارزاني وكان محبوبا عند أبي إدريس إنه يحظى بحبي وثقتي الكل بهذه الشخصية قدم الكثير للسلام للأمان لكل كردستان وما زال يعمل بكل قوة لتحمل المهام في حكومة إقليم كردستان وعلينا جميعا أن نكون مساندين له في عمله كرئيس حكومة لإقليم كردستان دعمنا له هو دعم للجماهير للحزب الديمقراطي الكردستاني وللجميع إن الديمقراطية أمامه الكثير من التحديات والأعمال والخدمة أنا وأخي مسرور وبشرعيتكم التي تمنحونها إلينا أن نقدم أفضل المساعي والخدمات إنني لا أتمنى أن تقبلوا على تجديد الثقة بمقترحي عاشت كردستان جميعنا تحت ظل نضال الرئيس مسعود بارزاني أن نظل في خدمة هذا الوطن شكرا جزيلا للمؤتمرين في المؤتمر 14 للديمقراطية الكردستاني على منحهم بالإجماع الثقة